لا تتضح معالم الأزمة الاقتصادية في لبنان في منتجع فقرة الجبلي عندما ترى النظارات الشمسية ذات التصميم المشهور والسيارات الفاخرة، فلبنان ما زال غارقا في أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهته منذ عقود في ظل تضخم جعل ما يقرب من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. في فقرة لم يعرف الفقر طريقا، أزمة اقتصادية تنهش لبنان لم تصل إلى منتجع فقرة وسط البلاد. نحن طلعنا لهون هلأ بأول الصيفية لأنه أخذنا شريف يجولي بالصيف منقضي برات لبنان، بس السنة ما في سفر، صعب كتير لأسباب المادية ولأسباب الكوفيد، يعني في كتير بلاد ما عم تتقبل أنه نسافر عليها. منتجع فقرة حيث المسابح والسينما والمطاعم والشاليهات لا يخشى زواره من فرق الدولار ولا من فيروس كورونا الذي يتفشى في لبنان. أول شيء عندك بيروت يعني مثل العلب، تعرف كيف الأبارتمنت مع الشوب كتير كتير مزعج هلا قاعد ببيروت، بلس for some reason it's very depressing تقعد ببيروت، يعني مثل كأنه ببيروت إنه you are faced with reality، تطلع لهون مثل كأنه عايش بغير بلد بغير دنيا، الناس مثل كأنه حتى وراها مشاكل الكوفيد وحتى وراها مشاكل الفاينانشال وعم بتجرب تقدر تعيش قد ما فيها. محاولة للهروب من الواقع وتحريك اقتصاد البلاد والمحافظة على وظائف عمال معظمهم من الطلاب أسباب تريح ضمائر زبائن المنتجع. من وقت ما بلشت الثورة بلبنان ورجع اجى كوفيد 19 كل شيء كان مسكر والبلد شبه انعدم مات، رجعنا بدنا نعيش، نحن ما فينا نموت، نحن ما بنقدر نستسلم ونقول في عنا نحن اللبنانيه مشهودين بحب الحياه، نحن بنحب ننبسط، نحن من هيدا لبنان، هيدا وجهنا الحضاري، هيدي المقاومه يلي نحن وي بليف ان ات. طريقة للمقاومة إذن ورغبة في العيش بعيدا عن الواقع المرير كما يراها هؤلاء. فرق شاسع بين مرتادي هذا المنتجع ومعظم اللبنانيين. الأزمة اللبنانية زادت الأغنياء غنى وتركت السواد الأعظم يعاني شظف العيش وباء قاتلا لا يرحم. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور أديب نعمة مستشار في التنمية، أهلا بك معنا ضيفا على شبابيك. يعني من خلال هذا التقرير كيف نفهم هذه الصورة التي تبدو مناقضة للواقع اللبناني الصعب حاليا؟ شكرا على الاستضافة. أولا في الحقيقة يعني ليس هذا غريبا، لأنه عادة الدول التي يكون فيها أزمات ويكون هناك نسبة عالية من الفقر هي نفسها التي يكون هناك فيها أقلية فاحشة الثراء وتعيش في عالم منفصل، يعني هذا الأمر به. وهذا الفيديو الذي التقرير الذي شاهدناه في حقيقة الأمر هو يعبر عن هذا الواقع، وهو يعكس نمط حياة أقلية صغيرة جدا جدا في لبنان لا تزيد عن 1%، ليست متأثرة بهذه الأزمة، بل يمكن أن نقول أنه يعني هم شركاء في صنع هذه الأزمة من خلال دورهم في الاقتصاد ودورهم في الأزمة المالية والمصارف وما شابه ذلك. طيب يعني لو بحثنا في المعطيات الاقتصادية أكثر، ما درجة التأثر لهذه الفئة من اللبنانيين جراء الأزمة الاقتصادية؟ هذه فئة معزولة، يعني لا ما نراه في هذه المنطقة في هذا النادي في هذه الأماكن المغلقة يعني لا يعني اللبنانيين في حقيقة الأمر. أنا شخصيا يعني مستوى معيشي من الطبقة الوسطى العليا حتى، ولكن يعني أنا لم أزر هذا المكان ولا أعتقد أنني سأزوره يوما في حياتي، يعني فكيف ستعتقدين أن غالبية سكان مناطق لبنان يعني سيذهبون أو يمكن أن يروا أنفسهم في مكان كهذا؟ لا بل بالعكس، أن هذا التقرير فيه الحقيقة شيء من الاستفزاز لعموم المواطنين، ليس لنا شيء على سلوك الناس الذين لديهم موارد ويعيشون كما يريدون، هذه حرية شخصية، لكن التقرير بنفسه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار
وعرضه على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيه شيء من الاستفزاز الذين لا يلاقون لقمة عيشهم كل يوم. طيب، ولكن هناك البعض يقول بأن مثل هذه السهرات والملتقيات السياحية والنشاطات قد تساهم نوعا ما في تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، ما رأيك بهذا؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. هذا سلوك استهلاكي للترفيه وأنشطة ترفيهية محصورة في رقعة جغرافية ضيقة جدا، يعني كيلومتر واحد خارج منطقة فقرة على سبيل المثال هذا المشهد منعدم تماما. هذا ليس صحيحا على الإطلاق ولا يشكل أي إنعاش إطلاقا للحياة الاقتصادية في لبنان. طيب، هذه دائرة مغلقة من حياة الترفيه. ألا تراها صورة جميلة عن لبنان المقاوم والمحب للحياة، وربما قد يساهم أيضا في إعادة السياح رغم جائحة كورونا؟ لا، السواح لن يعودوا الآن بسبب الجائحة والأوضاع التي هي موجودة في العالم، يعني لا تسمح بذلك. ولكن هل هذه مقاومة؟ يعني أعتذر، هذا لا يمكن اعتباره بأي شكل مقاومة. هذا نمط حياة كما أقول. ولكن إذا أردنا أن نصف كيف يقاوم الناس الأزمة المالية الآن، هناك أمثلة يومية تطال عشرات الألاف من المواطنين الذين يقومون بمختلف أشكال المبادرات والتضامن وأعمال التضامن الاجتماعي فيما بينهم لكي يتجاوزوا هذه الأزمة. هذه تكون مقاومة. أما أن أشخاص لديهم ملايين الدولارات هنا وفي الخارج ولا زالوا يعيشون ولم يتأثروا بالأزمة، فيعني لا أعتقد أنه يجب أن نستخدم مثل هذه المصطلحات. يعني أنت لا تعتبر أن مثل هذه الصور يعني هي لا تعكس الصورة الحقيقية للواقع اللبناني. طيب، عندما نتحدث عن المواطن اللبناني البسيط الذي فقد بسبب أزمة كورونا والانهيار الاقتصادي عمله وغيره، يعني وغير قادر أصلا لتلبية احتياجاته الأساسية، كيف يمكن له الاستمرار والنجاة إن صح التعبير؟ يعني الاستمرار والنجاة هو على يعني بشكلين. أولا، المواطنون يجدون طرق للتضامن فيما بينهم ولمساعدة أنفسهم بأنفسهم من خلال التضامن العائلي، التضامن المناطقي، أنشطة المنظمات غير الحكومية، بعض المساعدات المحدودة جدا التي تأتي من الحكومة والتي لا ندرك حجمها في حقيقة الأمر، النضال الذي يقوم به بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإبقاء على القوى العاملة عندهم، هكذا يعيشون. هذا على مستوى حياتهم اليومية. أما الأساس أعتقد أنا فهو أن الناس انتظموا في السابق وانتفضوا ضد هذا الوضع، واستمرارهم بعملية الانتفاضة من أجل التغيير ومن أجل تغيير هذا النظام والخروج من الأزمة هو المقاومة الحقيقية التي يجب أن ينجحوا في صياغة شكل جديد منها بعد الانحسار. نعم، الذي حصل في الأشهر والأسابيع الأخيرة. نعم سيد نعمة، بالمجمل يعني كيف ترى تداعيات أزمة كورونا وهذا الانهيار الاقتصادي على حياة اليومية للمواطن اللبناني من الناحية الاجتماعية والنفسية المترتبة عنها؟ خليني أبدأ بالنقطة البسيطة المتعلقة بالأزمة النفسية. اليوم الوضع التوتر اللي موجود بين المواطنين شديد جدا، وقد شهدنا نسبة كبيرة من حالات الانتحار وحالات انتحار بين شباب، يعني وحالات الانتحار هذه كانت إعلان واضح عن رفض ويأس من الأزمة التي وصلنا إليها، كما صرح الذين أقدموا على هذا الفعل بأنفسهم. أما من ناحية الآثار الاجتماعية، فالآثار يمكن أن يعني هي معقدة وكثيرة، ولكن لنأخذ جانبين منها. الأول هو انهيار سعر صرف الليرة. يعني كانت دولار يساوي 1500 ليرة، اليوم بالمتوسط 7500 ليرة، يعني خمس مرات أقل. أي أن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت ب 80% فقط بنتيجة تغير سعر الصرف. ولأعطيك فكرة، على سبيل المثال كان الحد الأدنى للأجور هو حوالي 675 ألف ليرة، ما يقترب من 450 دولار. اليوم هذا يشكل حوالي 85 دولار فقط. حتى الفئات التي كانت تعتبر فئات متوسطة اليوم ودخلها أعلى من ذلك، يعني اليوم على سبيل المثال 75% من المواطنين من الأسر اللبنانية دخلها أقل من 1.4 مليون ليرة، 75%.
مليونين وأربعمائة ألف كانت تمثل حوالي في السابق 1600 دولار، اليوم تساوي 320 دولار. يعني عم نتخيل نحن كيف الناس يعيشون، أما الأغنياء الذين نتحدث عنهم فلمداخلهم كانت أكثر، أسرة أكثر من 5 مليون ليرة يعني حوالي 3500 دولار تقريبا، اليوم يساوي هذا 670 دولار فقط. وبالتالي اللي شفناهم بالربورتاج هن في حقيقة الأمر أقلية ضئيلة جدا جدا من المواطنين. هذا جانب. الجانب الثاني من التأثيرات الكبيرة جدا هي التأثيرات على العمل بسبب هذا الوضع كورونا، وبسبب أيضا الأزمة الاقتصادية والمالية. هناك انتشار شديد للبطالة الآن، وهناك فقدان للعمل خصوصا للذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين لا يعملون في القطاع المهيكل أو القطاع الرسمي، وهؤلاء بالمناسبة يشكلون 55% من القوى العاملة في لبنان، وهؤلاء اليوم عملهم معرض أما للزوال فقدانه بشكل كامل وأما فقدانه بشكل جزئي. فهذا يعطي فكرة عن حجم الأزمة التي نحن نعيش فيها في لبنان حاليا. نعم. طيب الكل هنا يسأل عن الحل والمخرج، يعني ما هي الحلول برأيك سيد نعمة لفك عقدة أزمة لبنان وانتعاش اقتصاده من جديد؟ الآن سأقول كلام قد يفهم منه البعض أني أتحدث كلاما سياسيا ليس له علاقة بالاقتصاد، هذا غير صحيح. لأنه لما حتى على الصعيد العالمي عندما أقرت سياسات التكيف الهيكلي وجربت في الثمانينات وفي التسعينات ولم يتبين أنها حققت نتائج، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويعني القوى الاقتصادية الكبرى حللت هذا الموضوع وطلعت بمقولة جديدة تقول إن المشكلة ليست فقط في السياسات الاقتصادية ولكن في الشيء اللي سموه منظومة الحوكمة لهذه، وهو تعبير عن يعني أزمة في الأنظمة السياسية. نحن في لبنان بهذا الوضع، الأزمة الاقتصادية والمالية التي نحن فيها لا يمكن على الإطلاق أن نبدأ مسير الخروج منها ما لم يحصل تغيير في هذه الحكومة وفي هذه السلطة، يعني مش تغيير حكومة بحكومة مشابهة، ينبغي أن يحصل تغيير في هذه في المنظومة الحاكمة بكاملة كي نبدأ الخروج من الأزمة، حينها يمكن أن نجد حلولا، ومن هذه الحلول معالجة مسألة التفاوت الكبير في الثروة اللي موجود بلبنان، بحيث تكون هناك سياسات إعادة توزيع من الأغنياء للفقراء، في حين أن كل ما يجري الآن يأخذ أموال الفقراء ويعطيها للأغنياء. هذا هو المخرج. نعم. الذي يجب أن نبدأ به. نعم، شكرا لك الدكتور أديب نعمة مستشار في التنمية.